حلقتي مع ريان حايك انا بالنسبه لي كانت كتير حلوه، قد ما انه محتال خلاني احكي شغلات انا ما كنت بدي احكي فيها، وفات بزواريب انا ما كنت ناوي انه فوت فيها. بس على كل حال اذا بدكم تحضروا هيدي الحلقه فيكم تعملوا سبسكرايب على الشانل تبع ريان. كارلوس عزار كارلوس ريان بيناتنا اليوم. كارلوس بحياته بصراحة مبسوط. مبسوط؟ دايما منقول نشكر الله. هيدي أهم شغلة، تشكر الله على كل شيء عم يصير معك. خلينا نرجع شوي بالزمن لورا. أنت ممثل ومن 9 سنين كنت تغني، شو يلي خليك اليوم ترجع على الغناء؟ هو مش من 9 سنين كنت غني، أنا كنت يعني ممثل ومغني بوقتها يعني، بس إذا بدك عملت هيك مثل بوز صغيرة للكاريير اللي لها علاقة بالغناء لعدة أسباب يعني. شو اللي خلاني أرجع؟ هيدا باشن، هيدا شغف ما فيك تطلع منه يعني. بتجرب تعمل له بوز، بتجرب تتناساه، بتجرب هيك تو سكيب وتقول إنه أنت فيك تكمل بلاه. بس إنه يعني أنا الله وهبني هو الشغلتين بالحياة، فحسيت إنه أنا بمطرح من المطارح عم كون جحود بحقه انه اعطاني هول المواهب وهالموهبتين بالاحرى. وفي موهبه اذا بدك انا نيمتها على فتره طويله، قررت انه ارجع روح على الباشن يلي بتخليني اكون انا كتير مرتاح ومبسوط وبحس بهذا الموقع انه انا بنتمي له. فقررت ارجع اعمل غنية. هلا انت مش بس انت قررت، في حدا دفشك؟ ايه هلا الدفشه اكيد هي فيها اذا بدك يعني. كان هذا القرار عم ساتران يعني عم هيك عم يمشي اذا بدك، وعم ينام وعم يتاجل وعم يتاجل لحين ما المديره لحين ما إليان الحاج قال لا خلص بدنا نعمل هيدا الشيء. وما بنكر انه في خوف بمحل انه انت عم ترجع بعد 9 سنين من بعد 8 أغاني وفيديو كليبان وتوقيف 9 سنين، عم ترجع بمحل بدك تجرب تعمل شيء منيح لانه عم نشوف كتير اشياء مش منيحة، فبدنا نجرب ما نكون من هيدا الكاتيجوري. بيقولوا انه عيونك بيدوّ لما تغني، هذا اللي خليك كمان ترجع؟ ليك انا ولا مره مغنى قدام المراية، سو ما بعرف اذا عيوني بيكونوا عم يضووا ولا لا. بدك تسال اللي بيكون عم يشوف. ما اللي بيكونوا عم يشوفوك هيك قالوا لي. ايه انا بالمحل اللي بكون عم بعمل هيدي اذا بدك المطبخ تبع الغنيه، يعني كيف ببلش الكلام وكيف الكلام بيتلحن وكيف بنفوت على استوديو وكيف بيتم الاختيار والى اخره، هذا المطبخ بحس حالي انا طنجره فيه يعني، لانه هن بالاخير بدهم يصبوا عندي كلهم، فبتحس حالك انت البريستو يعني تبع هذا الشغل، فبتكون كثير مبسوط يعني. بوقتها شو يلي خليك تترك هذا المجال؟ لك عدة أسباب يعني ما كتير بدي فوت فيهم، بس إنه بدنا نتفق اليوم على شغلة خاصة بالدومين تبع الغنى. الموهبة لوحدها ما بتكفي، هيدي على الأكيد. الشكل لوحده ما بيكفي، النتاج يلي عم تشتغله أنت لوحده ما بيكفي، والإدارة لوحدها ما بتكفي، بدون يجتمعوا هودي الأربعة، هاو مجبورين يجتمعوا كرمالتا أنت تقدر تقطف ثمار النجاح أتليست المينيموم تبعه. إذا في شيء من هيدول ما توفر أنت بيكون في عندك شيء ناقص، فكيف إذا كانت الإدارة هي يلي ما كانت متوفرة؟ وما تنسى انه عم تحكي من 10 سنين، يعني النولج اللي انت عندك اياها وكونتها بها ال10 سنين ما كان عندك اياها من قبل، وبعد 10 سنين رح يصير عندك اكثر مما عندك هلا. مزبوط. اول ما بلشت ما كان بدك تقول للناس انك ابنه للفنان جوزيف عزار؟ اول ما بلشت بالتمثيل ايه اكيد. ليه؟ اكيد. ليه بدي اقول؟ بس هذا بوش كبير لك قدام المنتجين والممثلين. لا مش هيك بفكر انا. يعني هلا انه ثاقبت لانه بيي مشهور مثلا، لو بيي كان عنده فبركه نجاره كيف شو كنت قلت مرحبا انا ابنه للمعلم توني مثلا عنده فبركه نجاره؟ مش هالفكره. بنحترم اكيد الكاريير تبع الوالد، بنحترم شغله، بس كاريره الوالد بمطرح وانا بمطرح تاني،
ما عربشت لا على اسمه ولا عربشت على تاريخه، بالعكس سعيت انه انا اعمل اسمي. وفي عالم يعني ما بتصدق لبعد فترة طويلة تعرفه، مش انه انا كنت اخفيها. يعني مثلا يسألوني شو بيشتغل بي، اقول لهم مثلا بي ما بيشتغل، او انه ما كنت خبيها، بس ما كنت اسمح انه انا استعمل واستغل اسم الوالد تعمل الشغل تبعي. بالرغم انك ربيت ببيت فني، ليه اهلك ما كان عندهم قبول انك تفوت على الفن؟ كان في نوع من النقزة. ليك بدك تفهم الـ 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 العصر اختلف. يعني ايام الوالد مثلا اذا بدنا نحكي مثل ما هن كانوا يفكروا، انا بدي اعمل تمثيل مسرحي، ليش وين في مسرح؟ كانت بفترة المسرح شوي كتير يعني لورا، وكان في تلفزيون واحد اللي هو تلفزيون لبنان. سو انت اذا مثلت بالتلفزيون عندك تلفزيون لبنان بس تمثل فيه، او انه انت ما حتمثل ولا مطرح تاني. فبالوقت هن اجوا قالوا انه مثل مسرح يعني حيشتغل مسرح، اذا ما في مسرح قاعد بلا شغل. انا كنت شايفها ابعد، يعني كنت شايف انه صار عم بيصير في انتاج بالتلفزيونات الخاصه، وصار عم بيصير في كمان اجر على المسرح، صار عم بيصير في سينما. وبلس انه ما بلومهم، لانه بمرحله من المراحل هن ما كانوا بيعرفوا شيء عن موهبتي على فكره. ايه ما انا ما حدا كان بيعرف شيء عن موهبتي، يمكن انا كمان ما كنت عارف. يعني ما كنت من هدول الاولاد يلي بالمدرسه مثلا بيروحوا بيعملوا مسرحيات او بيغنوا قدام اصحابهم او ماشي 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 ماشي. فجاه هيدي الشغله اجى القرار انه انا بدي اعمل تمثيل. بس كيف ما كانوا يعرفوا عن موهبتك اذا انت ربيت ببيت فني؟ مزبوط، ما كانوا يعرفوا. انت ما كنت تفرجيهم؟ لا، عرفوا مره بالصدفه بخبرك خبريه. كان في برنامج من زمان على شاشه ال بي سي، كان الله يرحمه استاذ سيمو اسمر يعمله، كان اسمه كاس النجوم. بتتذكر؟ ما بتتذكر؟ لا ما كنت على وقتها. اوكي، بدنا نخفف فضايح شوي. اوكي، كاس النجوم امتى انا حطوا اعلان وقتها على التلفزيون، كنت انا بعدني بصف الترمينال اذا ماني غلطان. بيحطوا اعلان على التلفزيون انه انت انه اذا اللي عنده موهبه الغناء الى اخره. فقمت انا رحت بالمخفي، انا وشاب صاحبي كان بيسرق السياره من اهله. فرحنا وقتها قدمت، عملت كاستنج قدام استاذ سيمو اسمر، وكان المايسترو استاذ الي عليا كمان موجود، واستاذ محمد سيد اللي كان هو مدير مكتب استوديو الفن. فانا عملت كاستنج وقبلوني، اخذوني على حلقه وقتها للموسيقار الراحل شاكر الموجي. انبسطت قد الدنيا. ووقتها اجا بتذكر كتير منيح الي عليا، قال له لاستاذ سيمو، قال له هذا الصبي نجم، قال له بعرف انه عارف شو عم بعمل. فهون اهلي ما كانوا عارفين، رحت خبرتهم. شو كانت الرياكشن تبعهم اول ما خبرتهم؟ هون المشكله الكبيره. عملوا كيف لجنه الحكم تبع ذا فويس هلا، بس ما برموا ظهرهم، كانوا وجههم لالي. قعدوا وقتها بي وامي وخيي الكبير، وقفوني هيك بالصالون، حطوني قالوا لي شو كيف رحت قدمت هيك، انه بي صار انه بدك تسود لي وجهي يا بي، ولو انه مش سامعينك، غني لشوف شو بدك تغني. شو غنيت لهم؟ غنيت لهم وقتها غنيه لابو وديع لجورج وصوف. فسمع بي هيك بس خلصت، قال لي ايه وامتين التصوير؟ هون انا ارتحت. امتين التصوير يعني وافق على الموضوع. اللي صار وقتها هون تتعرف أوقات قديش بيبقى في مفترقات بالحياة كان ممكن تغير لك مسارك كله. اللي صار وقتها أنه حلقة شاكر الموجي من عرضت ما انعملت. أوف. مش ما انعرضت، ما انعملت، ما عاد إجا على البرنامج، ما عادوا اتصلوا فيي كرمالت أنا روح على غير حلقة. لو انعملت الحلقة كانت غيرت كل حياتك؟ ما بتعرف. ما بتعرف. بتقول يا ريت لو انعملت؟ ما بقول يا ريت، لا بقول أنه أوقات بفكر فيها أنه what if هيدي الحلقة انعملت، شو كان صار؟ كنت رحت بغير اتجاه، كنت مشيت ما كنت مشيت، كنت ما حبيت كنت حبيت، كنت ولد شو كنت بالترمينال مدري بالبريمير كمان، يعني يمكن مش أصغر، يعني على الأكيد ما كان عمري 18 سنة. سو بوقتها أنا كنت طالب من بي أنه يسجلني بالكونسيرفاتوار، فتسجلت بالكونسيرفاتوار غنى شرقي لحين ما وصلنا لهي المرحلة أنه بدي فوت أعمل مسرح. لا شو بدك بالمسرح؟ شو بدك؟ ما شفت غاي هذا المثل اللي كانوا يستعملوه دائما، ما متت ما شفت مين مات، عرفت؟ فقمت اقتنعت منهم انا ورحت عملت اداره اعمال. كانت سنه يعني بالفعل جحيم لاداره الاعمال. فهربت، شو بدي اعمل؟ فليت. شو الفرق بين واحد يربى ببيت عادي او يربى ببيت فني؟ ما بعرف.
شو البلاس اللي انت اخذته؟ انا هو بيت واحد ربيت فيه يعني. لو ربيان بيت هيك قلت لك. بس من البيت الفني شو الشيء اللي اخذته من اهلك غير الاكسبيرينس اللي انت اخذتها منك لوحدك؟ ليك اللي بضمن لك اياه وباكد لك اياه انا انه اخذت روح العائله المثالي. هذا اللي بضمن لك اياه. وما كنا كتير نتعاطى, ما كان مثل هلا يعني, ما كان مثل هلا, مختلفة كانت كتير يعني. كان يعني كان البابا يسافر كتير, يغيب كتير, كان يجي يشتغل مسرح يعني. أنا أول مرة بتذكر أن شفت بي على خشبة المسرح كانت سنة 94 يعني. كنت أنا بعرف أنه بي بيعمل مسرحيات, وبعرف أنه بي كان هو وست فيروز الله يطول بعمره وست صباح الله يرحمها, بس أنا ما كنت شايفه. فأول مرة كانت بال 94 كان بالنسبة لي أوف عم شوف بي على المسرح. وكنت كان كان يعني بوقت صرت واعي. ف اللي بدي اقول لك اياه انه ما كان في هيدا الضغط الاعلامي والبرشر على العائله, لا كنا عايشينها كثير طبيعي. بس لما اول ما شفته على المسرح شو كان احساسك؟ قد ايه كنت فخور فيه؟ هون بلشت اذا بدك تزيد عندي هيدي الحاجه تبع انه انا بدي اكون بهذا المطرح. انه ولا مره فكرت من انا وصغير انه انا رح اعمل شيء تاني غير تمثيل والغناء, ولا مره وردت براسي فكره مثلا انه كون شو بعرفني مثل. مشان هيك كتير تعذبت باداره الاعمال, لانك كنت عارف انه مش ملعبك. مش لإلي, مش لإلي يعني. كنت اوصل لما مطارح ريان, ما بعرف اذا انت صايره معك مثلا بشي ماده ما بتحبها بالمدرسه, انا كنت اوصل لمطارح الاستاذ بالنسبه لإلي عم يحكي ياباني 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 عادي يعني. مش اطلع فيه هيك. معي شاب صاحبي سامر, تخرجنا انا وياه من المدرسه وفتنا انا وياه جيستيون. فاطلع فيه لسامر هيك, قال له سامر انت عم تفهم شو عم يحكي الاستاذ؟ قال له ايه طبيعي في شيء. له قال له انا لا, بس خي عم يحكي لغه غريبه, مش لإلي خلص, مش نفس المطرح. لدرجه انه سقطت كورسين من اللي بدي ارجع عيدهم يعني. فخلص انه مش لا باينه لا عم تحكى حالك. اذا اليوم بدك توجه رساله لاهلك على هيدي الكاميرا شو بتقول لهم؟ ميرسي على كل شيء. تفصيلا جملة وتفصيلا, ما بقولن عن جد ميرسي انه انا كنت بمطرح هالقد دافي, هالقد نظيف. وبقولها ميرسي لامي كمان, لانه لما البابا كان يسافر كتير امي ما كانت ابدا تحسسنا بالفراغ, او ما كانت تحسسنا بالنقص. وحتى البابا هو مسافر مش معناتها انه نحن كان صرنا انه مش موجود, لا بالعكس, كان حتى هو مش موجود موجود. دائما بيوصفوك بالممثل الوسيم, في اسالك ليش بعدك اعزب؟ خلينا باول بارت يعني, بيوصفوني بالممثل الوسيم, هاي ما قالي فيها انا. اف ما قالي جميل فيها, هذه خلقت ربنا. ما بعرف اذا انا وسيم, انا ما بعرف. مش يعني مش بس هيك بيوصفوك يعني, هيك بيشوفوك. ثانك يو ميرسي, بس انه ما قلي فيها هيدي الشغله انا. اوكي, وثاني شو هو؟ ليش بعدك اعزب؟ ليش بعدني اعزب؟ خيا يعني باختيار, هيدا انت ب... انت ب... انت بتختاره. في ضغط من المجتمع ومن الاصدقاء ومن العائله انه لازم تتجوز؟ ليك هذا اللي ما بفهمه بمجتمعاتنا نحن, مين للمجتمعات العربيه, انه دائما بيربطوا سعادتك بشخص اخر. يعني امتى بدنا نفرح منك؟ ليش خيي هيك هلا مش فرحانين مني مثلا؟ انه شو انه بس بده واحد يتجوز تفرحوا منه, او بس بيكتمل البني ادم اذا كان في حدا مرتبط فيه رسميا على القلم والورقه؟ يعني هيدي الشغله ما كتير بفهمها. وعندنا مشكله نحن, انت بعدين حتصير تواجهها, انه دائما العالم ما مش دايما يعني, عم جرب لاقي لها طريقه لطيفه يعني, بس انه العالم دايما ما بتهتم بحاله وبشغله, دايما بيهتموا بالاخرين. صح. من هون بيجي اذا بدك مشاكل بالمجتمع لها علاقه بالتنمر مثلا. صح. التنمر هو جزء من هذا المطرح, انه انت عم بتشوف غيرك انه يحكموا على الاخر, كمان بيحكموا على الاخر, بيسمحوا لحالهم يطلقوا صفات على الاخر, بيسمحوا لحالهم انه يكونوا متنمرين الى اخره. خي شو بدك شو بدك بالعالم؟ اهتم بحالك, بلش بحالك انت. وانس بتبلش تهتم بحالك وتشوف حالك واخطائك وتجرب تصلحهم, هون بتكون عم بتبلش انت تعمر لمجتمع سليم يلي كل واحد يبلش من حاله. سو هيدي النقطة ما كتير بفهمها, انه ليش بيضلن
انه امتى بدك تتجوز؟ خي شو فرقت معك اذا انا بدي اتجوز ولا ما بدي اتجوز؟ يعني انا شو قاعد عندكم بالبيت مثلا عم بطلب مصروفي من حدا؟ عرفت؟ بصير انت مضطر اوقات تجاوب جوابات شوي هيك قاسية. ايه بتلدع انه جارك مثلا على الرايح وعلى الجاي كل ما يطلع فيه شو امتى ما نفرح منك؟ لك يا خي شو اخذ شو فرقني معك انت اذا فرحت مني ولا ما فرحت مني؟ يعني صح رح تتغير الاضاءه بالبنايه مثلا ولا رح يصير ينبت الحشيش الاخضر اكثر؟ شو رح تاثر؟ صح. اه اذا بدي اطلب منك توصف المجتمع بكلمه شو بتكون؟ المجتمع اللبناني لك في نوع من اول شيء اذا بدي اجي شوي هيك قارن منيح انه بعد في عنا شغله اللي هي الحفاظ على العائله. يعني بتحس انه مش بس مجتمع لبنان، المجتمعات العربيه ككل بعدها محافظه على العائله كومبيرينج ليوروب مثلا، انه هالشخص اللي بس يصير عمره 18 سنه عشوائي اهله بفللوه من البيت. صح. هون بتبقى انت عمرك مثلا 30 وقررت رح تقعد لوحدك وامك الدمعه بعينها، يعني انه ليش فالل؟ ليش نحن شو مقصرين معك؟ عرفت؟ هيدي شغلة إيجابية بحبها كثير أنا بمجتمعاتنا العربية. بس إنه مطرح من مطارح كمان في هيدي النقطة اللي حكينا عنها يلي هي إنه التدخل بشؤون الآخر، التدخل وبتسمح لحالك إنك أنت تخترق الحياة الشخصية تبع الآخر. صح. بوقت هي شو اسمها؟ اسمها حياة شخصية. صح. لو اسمها حياة عامة كنت أنت بتعممها، بس هي اسمها حياة شخصية وخاصة، يعني هذا شيء لإلك. صح. سو يمكن هذا الشيء اكثر شيء بيزعجني. هلا اوصفه في كتير صفات، يعني مش بوارد هلا نقعد نعدها كلها، بس انه بنفس الوقت تحس بمطرح في خير وبركه بعده بلبنان قد ما كان كومبيرينج لبرا. صح. وبنفس الوقت بتحس في انفصام. اوف. ايه بتحسهم هن كتله مجتمعات بقلب مجتمع واحد. بعرف انك قطعت بكذا علاقه، شو اللي خلى هالعلاقات ما تستمر؟ القدر. هذا جواب كليشيه، بدي جواب لا عن جد. كارلوس يلي خلى هول العلاقات ما يستمروا معك بحياتك؟ لا بس هو عن جد القدر، يعني مش انه حتى لو كليشيه هو هيك بتصير، يعني لانه مش ما في سبب واحد، يعني يعني ما في شيء بيشبه الثاني، كل انتيتي بحد ذاته بتصير. طب اذا بصفه يعني لإلك شو معناتها قدر؟ يعني انت ماشي بالحياة مثل ما انت ملاقيها سليمة وصح وعم بتجرب تكمل فيها، بس بتوصل لنقط معينة بتحس انه صار في اختلاف بهدول الشغلة، بتكب على القدر انت دغري، لانه الشيء اللي لازم يصير بده يصير. صح. والشيء اللي مش لازم يصير مش رح بيصير. صح. سو خلص انت وصلت لهذا المطرح، فاذا انت لازم توصل لهذا المطرح. كارلوس انت مشهور من انت وصغير، هلا ما بدي كثير كبرك بالعمر، بس انا معروف ان انت صغير، بس والشهرة بالتعب ما تعبت منه؟ كيف يعني من انا وصغير؟ يعني من شي 7 سنين. اه قصدك انه ايه؟ انه بلشت تمثيل على زغر. ايه كان عمري 20 وصغير. سنه كان عمري ايه. 20 سنه، يعني مش 3-4 سنين. من قلت لك من 7 سنين كبرتك. بس الشهرة بالتعب ما تعبت منه؟ ليك بدك تعرف تستعملها، بدك تعرف تعيشها، بدك تعرف تستخدمها. اذا بتستخدمها بالطريقه الغلط بتتعبك، إذا بتستخدمها بالطريقة الصح بتعيش معها مرتاح. أنا بالنسبة لإلي بعرف وحاسس أني أنا مستخدمها بالطريقة الصح، لأنه هي بالنسبة لإلي كانت دايما نتيجة، ما كانت ولا مرة السبب. يعني أنا ولا مرة كان بدي أعمل كان عندي هالباشن يلي طورتها كرمال سير مشهور. هيدي غلطة بيوقعوا فيها كتير عالم، بيقول مثلا أنا بحب التمثيل بدي مثل. لحظة، أنت بتحب التمثيل لأنك أنت من جوا في فنان جواتك، ولا بتحب التمثيل لأنه بدك تنشهر؟ صح. في فرق كتير كبير. من شانيك أنا عم أقول لك بالنسبة لي ولا مرة كانت السبب، هي كانت النتيجة. ما تعبتني لأنه مني مخليها تكلني، مني مخلى هيدا المطرح يكلني. بالعكس أنا عايش حياتي يعني بطبيعية وإذا بدك شعبية، أوقات بحسها زايدة، لأنه أنا بالنسبة لي هيدا كله هذا مجد باطل، هذا كله رايح. يعني يمكن هلا انت تكون between quotations نجم وخبار والعالم تحكي فيك الى اخره، بس هذا بده يقفل، توصل لمطرح انت بده يقفل. اذا ما عرفت تمهد لحالك القفله تبعه بتنأذي نفسيا كثير بعدين. صح.
مشان هيك انا بدي افوت بهذا الموضوع معك. كمان ما بدي ارجع كبرك، بس بعرفك من انا وصغير، بعرفك من زمان، وبعرف قد انت شخص او شو مهضومه هالجمله، بس بعرف بحبك من انا وصغير. شو انا وصغير؟ تطلع بواحد بيطلع قدي عمرتين لك يا خي، ما انا لما كنت صغير انت كنت اوريدي موجود يعني. لا بس انا عارف، بعرفك من لا انت ايه من زمان ايه. وبعرف قد انت شخص متواضع من اول ما بلشت، لما كنا مصورين انا وياك يمكن كان عمرك شو بعرفنا شيء 7 سنين شيء هيك اه. مش عم نلاقي الصوره صرنا زمان عم فتش عليها، بتلتقى اذا التقيت حطها حطها بالحلقه. فبعرفك من زمان وبعرف قد انت شخص متواضع وما فتت بالموجه اللي كتير بتصدق حالك وبتشوف حالك على الناس وهيك. شو اللي خليك تاخذ هيدي الخطوه انك ما تفوت بهيدا الجو اللي هلا الكل عم بيعيشه؟ لا 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 شعوريا هيدي بتصير، لاقول لك ليه، هيدي سببها المربى، سببها البيت. يعني انا في جمله كتير مشهوره بتضل طن براسي، كانوا يقولوا لي اياها امي وبي، وبالتحديد امي، يعني انه لو دامت لغيرك ما وصلت لك. صح. فمن هون انت بتعرف انه اه لحظه، ف بتصير انت مع الوقت مع خبرتك بالحياه تقول اه مزبوط، ما لك فلان لك فليتين لك، ما بتدوم هيدا، هاي ما بتدوم. الانسان هو اللي بدوم، الهاله هيدا اللي حوله هاي ما بتدوم، باستثناءات كتير بسيطه ممكن ايه تدوم وترافقه للواحد للقبر بعيد من هون. بس هيدا اللي عم اقول لك اياه، انه انا عم بحسن استخدام هيدا المطرح اللي وصلني لهي النتيجة اللي أنت قلت لي إياها، إنه أنت شخص كتير متواضع. صح. يعني شو مفروض كون؟ إنه لأنه أنا بطلع على التلفزيون وبالسينما مفروض كون أنا متعالي على العالم؟ مفروض كون أنا أحسن من العالم؟ لا. ما هو لو المحامي والطبيب بيرافع على الهوى وبيعمل عملياته على الهوى كان كمان هون شهر، شو بيصير يتكبر على المريض؟ يعني الحكيم مثلاً بيصل عنده مريض بيقول له لا والله انت مش عاجبني شكلك، ما هعمل لك عمليه. عاده كلمه نجم مربوطه ب اذا بدك شوفت حال، كيف انت حامي حالك من هالموضوع؟ لا مش بالضروره انه تكون نجم مربوطه بشوفت حال، ما لها علاقه. النجوميه هي حاله ممكن يوصلها مش بس الفنان، وهيدي الشغله مرتبطه بشغلتين، مرتبطه بنتاجه الفني بما انه نحن عم نحكي عن الفنانين، ومرتبطه بشيء ما حدا له بالجميل فيها اللي هو الكاريزما. هيدي ربك بيعطيك اياها، ما حدا غيره. وانت ما فيك تشتغل عليها، ولا فيك تجيبها، ولا فيك تشتريها، ولا فيك تكتسبها مع العمر، يا موجوده يا مش موجوده، ما في حل وسط. صح. سو انت اذا قدرت توصل لهيدي مرحله النجوميه، مش معناتها بنرجع لحديثنا قبل انه انت لازم تكون متكبر، ما خص هاي بهاي، بس مشكلتك انه في اشخاص الايجو يلي هو بالنسبه لي انا مرض وخطية وأكبر جرم بحق حاله الواحد، مش إنه يكون عنده إيجو، كلنا عنا إيجو، إنك أنت ما تعرف تسيطر على الإيجو تبعك ويوصلك الإيجو تبعك لمطرح أنت تصير تتعالى على العالم. صح. وتحس حالك إنك أنت أهم من العالم وإنك أنت أشطر من العالم. وهذه الشغلة بتصير معنا، يعني أوقات أنا بلتقى بأشخاص سوري يعني، بس إنه مثلا مثل حدا مثل إليان، بتعرف انه هدول الاشخاص انا مثلا تكون انت مساعدهم ومسكهم بايدهم واخذهم على المطارح اللي هن بتحس انت انه بيستاهلوا يكونوا فيها، فجاه بيقرروا هن انه يصيروا يتعالوا عليك. هون انت ما بيبقى لك غير الصلاه. كنا عم نحكي عن التواضع وهيك، لدرجه رفقاتك الطفوله بعدهم رفقه معك لهلا، ووقتها ستيلتو شو صار؟ صار يلحقوك على تركيا كمان؟ ستيلتو وصلت على تركيا، وصلت على اسطنبول بعد بست بعد سوري باربع ايام مدري خمس ايام بدق لي اول واحد ليك يلا نحن جايين بلشنا شوي، كل جمعه يدق لي حدا انا جاي، كل جمعه يدق لي حدا انا جاي، لانه هدول الاشخاص انا عايش معهم، عرفت؟ صعب انك انت لاول مره كانت بحياتي بغيب هالقد فتره طويله، يعني 9 أشهر برات البلد، ومجياتك قليلين ومعدودين ايامهم، فما فيك تطلع من جلدك، ما فيك تطلع من هدول الاشخاص يلي صار لك صحبه انت وياهم. يعني مثلا في شاب من الشباب انا صار لي صحبه انا وياه من عمره، هو اصغر مني بسنه، يعني هالقد صحبتنا اذا بدك، والبقوه يعني اجدد اذا بدك هيك صديق طفولة، يمكن أجدد واحد صار لصاحبي أنا وياه 15 سنة. بعرف قد ايه أنت شخص عنده أصحاب وعنده رفقة وهيك، وفي أشخاص بيفوتوا على حياتنا وما بيكفوا معنا، في كتير أشخاص خسرتهم يمكن من ورا خناقة، من خيانة، كذب، في كتير عالم أو لا؟ لا منهم كتار،
منهم كتار، بس يمكن لأنه بمرحلة من مراحل حياتي أول ما فتت على مجال الفن كنت أوثق زيادة عن اللزوم بالعالم، بعدين اضطريت إذا بدك هيك ألجم ثقتي أو أخر ثقتي. يعني ما فيك أنت كل واحد قال لك بونجور وتضحك لك أوف شو بحبني هذا صرت أوثق فيه، صح. لا هيدي الشغلة إيه في كم حدا اضطريت للأسف أشطبن يعني من حياتي لأنه خانوا الثقة إذا بدك. أنت بالنهاية دايما بتحب تخلي حالك محاط بالأشخاص يلي بيريحوك، صح؟ أنت بدك تحب حالك، بدك تتعلم تحب حالك. إذا ما بتحب حالك ما فيك تقدم وتطور حالك ولا فيك تقعد تحب العالم اللي حواليك. فأنت بهذا المطرح بتوصل لمرحلة أنه أنا تكون مرتاح بدي أكون محاط بالأشخاص يلي هن بيريحوني واللي هن عندهم added value بحياتي، مش يلي عم ينقصولي منه ويلي عم يلقطوني من ورا هيك بقميصتي ويشدوني لورا. كنا عم نحكي عن خسارة أصحاب اللي ممكن تحمي حالك منه، بس بتعرف نحن بالحياة في خسارات تانية ما فيك تحمي حالك منه. يمكن هن أشخاص يمكن لما يسافروا يمكن لما يتوفوا وهيك، عشت شي خسارة بهذا المعنى؟ ايه عشت هيك شي بعمر بركي 20 سنة كان. فيك تخبرنا أكتر عن الموضوع؟ في حدا من يعني رفيقتي كتير صاحبة أنا وياها وبطلنا أصحاب، يعني صار شيء موقف أيام المدرسة عم تحكي يعني شيء هالقد قديم. بس الـ 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 الغلط اللي صار هو إذا بدك نقص بخبرة الحياة إنه ما في شيء حرزان. سو نحن لما كنا مخانقين وصل لي خبر إنه هي فاتت كوما وهيك وكذا، أنا ما نزلت شفتها. هيدي الشغلة بعدني هلأ بندم عليها، بس ما نزلت شفتها مش لأنه كنا مخانقين، لأنه ما قدرت أنزل شوفها بهالمطرح غير الصورة اللي كانت راكبة. فهيدي بعدني بندم لهلأ أنه هيك صار، بعدني بندم لهلأ أنه ما كنت بتحرز أصلا أنه يكون هالقد رفقاتك يصير شيء هالقد. أنت ممكن نخسرهم بحيالة لحظة، يعني هيدي اذا بتصير هلا مع خبره الحياه اللي انا فيها هلا ما كان شيء حرزان هالقد. اذا بدك تتصالح مع هيدا الموضوع اليوم وبتتخيل انه هي بعدها موجوده، شو بتقول او شو بتقول؟ ما بعرف، قلت لك يعني ما كنت بسمح يصير هالسوء التفاهم اللي هلا صرت بشوفه انه بلا طعمه ما كان له عازه. بهداك الوقت كانت اول مره بتتعرف على الموت؟ ايه. لا تاني مرة. مين أول مرة؟ أول مرة كان في معي شاب بالصف، كنا تمام. بالصف النوفيام، يعني المفروض يكون كان عمري تقريبا 9 سنين وتوفى نحن بالصف، يعني توفى صار معه حالة هو مش بقلب الصف، يعني شيء له علاقة بالربو وتوفى. فبالوقت أنت ما بتكون بتعرف شو يعني موت، شو يعني أنت تخسر هذا الشخص، شو يعني هذا اللي كان قاعد حدك على الطبق ما بقى رح يجي ولا مرة. فهيدي كانت أول مرة إذا بدك هيك بفهم هالشي. كارلوس يمكن الصغير تعرف على الموت بس ما فهم الموت. اليوم بعد فترة طويلة ولما صرت تفهم أكتر عن هالموضوع، شو بيعني لك أنه هالقد شخص قريب منك ويمكن كنت قاعد معه مبارح ممكن يروح بحيالة لحظة؟ ليك الموت ما بتفهمه، ما بتعرف شو هو أنت لأنك مش مجربه. أنت بتعرف أنه الموت حق، انت بتعرف انه نحن كلنا بدنا نوصل لمرحله بدنا نموت، مش معقول حدا يخلد يعني. بس بمساله الموت، بموضوع الموت، انت لما تخسر شخص وتبكي عليه انت ما بتكون عم تبكي عليه، انت بتكون عم تبكي على حالك، انت بتكون عم تبكي على انانيتك، لانك انت اناني رح تنوجع انك انت ما بقى رح تشوف هذا الشخص. انت عم تبكي عليه ليش؟ انت بتعرف هو وين؟ شو بدك تقول؟ حرام مات، يمكن احسن، يمكن نرتاح. ما هو ما بيعرف انه مات اصلا، صح. يعني مش انه هو بمطرح عم يتوجع، هو بمطرح مجهول ما حدا بيعرف انه. انت انانيتك عم تخليك تبكي انه انت ما بقى رح تشوف هذا الشخص، انت رح تشتاق له، انت رح تشتاق له، انت رح تشتاق تغمره، انت رح تشتاق تقعد معه، انت رح تشتاق. هو بالموت اللي ما حدا بيعرف شو هو. كارلوس انا بعرف انك شخص ما بيعبر عاده بحياتك، كيف تعرف؟ انا بعرف لاني صرت بعرفك من قبل وخبروني يعني
غير انه بعرفك اوريدي، يعني الاشخاص اللي حواليك كتير خبروني انك شخص ما بتعبر، ان كنت مبسوط يمكن زعلان. بس انا هون سؤالي انه انت تعلمت تصير هيك او لا 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 لا, لا, لا ما مش بكل مطارح ما بعبر، مش بكل مطارح لا بعبر. امتى امتى ما بتعبر؟ ما انا ما بعرف حالي انه ما بعبر، انا مفكر انه هيك انا. عرفت كيف؟ ما انت واحد ما بيكون بيعرف حاله. ما بعبر، بحس انه يعني المطرح اللي بحس انه التعبير فيه لا بيقدم ولا بيأخر ما بعبر فيه. عرفت كيف؟ يعني مثلا انت بتجي بتقلي انت رايح تعمل هالشغله، اذا انا ماني قادر امنعك تعمل هالشغله ما بعبر. خلص ما انا عارف انك انت حتعملها، يعني قلت لك وما قلت لك بوفر طاقة. تتعلم مع الحياة تصير توفر طاقة. بس أنا مش صحيح إنه ما بعبر للأشخاص، يعني أنا بعبر للحبيب، بعبر لأهلي، بعبر. بس في مطارح إيه بتحس إنه التعبير ما له عازة، أو 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 في مطارح أنت بتقصد إنك بتكون بوكر فيس. ليه؟ لعدة أسباب، حسب كل 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 ظرف وله وله طريقته. بس برجع بقول لك مش انه انا بقصدهم، يعني اوقات ايه بتقصد ما تعبر، بس اوقات لا ما بتكون انت قاصد، او بتكون انت عم بتعبر بس من جوا، بس عضلات وجهك مش عم يتحركوا تعبيريا مع الحدث، بس انت من جوا بلا ممكن تكون زعلان، ممكن تكون مبسوط. وبعتبر انا انه مش اذا يعني خي ما ذنبهم العالم، عرفت؟ اذا انت زعلان بتجرب انك هودي هالشحنات وطاقة النيجاتيفيتي يلي ممكن تطلع منك، ممكن ممكن لا، ما بدك انت تعطيها لحدا، تعطي البوزيتيفيتي. انت لما تكون زعلان بقعد ببيتي ما بتعطى مع حدا، ما بتتعطى مع حدا لانه ما بتحب يمكن تنقل هيدي النيجاتيف فايب، او لانه العالم ما زنبه، بس انه العائلة لا كمان العائلة ما زنبه، بس انه هون تا يساندوك 100%. اذا انت حاسس انه بهذا المطرح قادر حدا يساندك، ايه في مطارح كتير بتلجأ له، بتلجأ للعائلة، بتلجأ للأصدقاء، بتلجأ للحبيب. بس مرات إنه بتفضل إنك تضل وحدك كرمال ما تفرجيهم إنك بمرات ضعيف. ليك ما تخيل أنت مثلاً زعلان كتير، مثلاً إنه في شيء زعجك بهذه الحياة مثلاً، وظاهر أنت على هالطريق عابس بوج العالم وما لك نفس تحكي مع حد، أخي ليش مش مضطر؟ إنه طالما هو أنت مملكتك هي بيتك، يعني أنت مرتاح فيه، منك مزعوج فيه، معلش عاد روق حالك ورجع بعدين طلع بالوجه اللي انت بترتاح، مش بس العالم شو شايفه، انت بترتاح تطلع فيه. صح. يلي بيعرفك عن قريب كارلوس بعرف انك شخص كتير بتمزح. بس بعرف انك بتمزح ومرات بتجرب تتهرب من مواقف بطريقة المزح، ليش؟ مع مين محضر حلقتك انت؟ ليك ما بعرف، اوقات بحس ما في شي حرزان. يعني بحس اوقات مثلا اذا انت بتكون عم تحكيني بشي زعجك او وبده حديث، بحس انا انه المزحه بتطري، بتمرقه للموضوع، بتطري وخلص بيقطع، لانه هو موضوع مش حرزان. يعني اذا انا كنت مزعلك بشغله، ما انا مش قاصد زعلك، عرفت؟ انه شو انه حدا حاططني يعني انا جلاد مثلا، لا، وخاصه انا يعني ما بحياتي بزعل حدا، ما بحياتي بقصد زعل حدا. فبحس انه الروح الحلوه والمزحه والنكته بتطري، صح، بتطري الشغلات، بتصير تخليهم هيك يقطعوا اسلس. اوقات غلط، لانه لا انت هذا الموضوع لازم توقف عنده وتحكي فيه، صح، ما بينفع انك انت تحله بس بالمزح. خلينا نرجع شوي لفترة الكورونا وقتها كان في حجر، شفناك بكتير فيديوز عم بتنظف الغاز وهيك، بعدك لهلا او بس كانوا للفيديوز؟ لا بدي خبرك خبرية، اول شيء انا مش اكيد كم مرة اكل كورونا، انا يمكن اكلها شي 3-4 مرات صراحة. يعني اللي بعرف فيهم هن ثلاثة يمكن اذا مش غلطان. البقوة كنت كل ما احس بنشيل خلص اقعد بالبيت، ما تعطى مع حدا، لانه بتعرف في اهلك كمان بتدق والعالم واصحابك وهيك. لا انا هيك بالبيت صحن، لما تنعس وتجوع بترجع ببي صغير، يعني إيه؟ واحد عمره 5 سنين 100% بوافق الرأي وأنا معك 100%. طب ليه بس؟ خي ما بعرف، مش بإيدي، شو بعرفني؟ كارلوس أنت كنت مجوز ريتا حريب بمسلسل ستيلاتو. مأزتني أول وهلة صراحة. لا بمسلسل ستيلاتو. في من يومين حدا كنت لايف على تيك توك بيسألني شو اسم ولادك. اوف هلا تصدقوا الدور، مش هتجوز الاول يعني انه شوي شوي. بس انا صدق، بس لحتى لدرجه انه والدتك صدقت دور وصارت تحكيها لريتا، شو كانت تقول له؟ كل يوم كانت تقول له
انه انتبهي لنا لهالصبي وطبخي له منيح وهيك لهونيك. نهار قلت لها ماما بس يعني تنكون واضحين انا وريت عم نمثل انه مجوزين، ليش عم تعمليها كانك انتك يعني مفروض تنتبهي له وطبخي له منيح، وهي حرام ريتها ما بتقصر يعني لانه اكلها كثير طيب عرفت، وريتها مثلي من النوع ما بتعرف تاكل وحده يعني اذا طابخه وكذا مثلا هي لوحدها لا ما في بده يكون في حدا يعني، فكنا نطلع كلنا يعني وهيك بس ايه هذا صدقت لا ايه لا مطرح من المطارح يعني اضطرينا نرد اذا بدك الامور للنصابه المستقيم يعني انه لا بدنا نفرق بالامور بيناتنا. حبيت الحلقه حبيت بروجرامك كتير، وحبيت قديش انت حدا بعمر مفروض انه ما عندك الخبره يلي تعلمك الاحتراف، بس انت كانه شخص محترف بالفطره. هيدي شغله مهمه كتير، مهمة طريقة سلاستك بالحديث. بنصحك تكمل، بس بنصحك كمان تتعلم يعني، بنصحك انه انت اذا عبالك تفوت تعمل ما بعرف اذا اعلام او صحافة او راديو تي في او اخراج او مسرح او الى اخره الشغلات اللي نوعا ما مرتبطين بالمطرح اللي انت فيه، بنصحك تتعلم لانه الموهبة بحياتها ما كانت تكفي، والعلم بحياتهم ما بكفي، بدهم يكونوا اثنيناتهم مقترنين ببعضهم. صح، هيك بتوصل لشخصيتك الاعلاميه والفنيه بالشكل الصحيح. بدي لك ميرسي كثير على هذه الحلقه. ميرسي لك ريان.